جاية اللي هو من أحسن مدافعين البطولة الجزائرية. هذا أمين ميغاتلين، خليكم تشوفوا الغوبورتاج. الخير، مرحبا بكم في بجاية. الله يسلمك. انت وليت شوشو تاع شبيبه بجاية. حاجه الاولى نقول لهم يعطيكم الصحه، اون بليس كي خيروني نظن علي بالك انا هو القديم في هذه ليكيب، عندي 7 سنين. انا نحس هذا الفريق هو اللي مد لي لا شونس تاعي باش درت اسم هكذا. كيما يقول لك نذكر المشاهدين اللي بالك ما على بالهمش، انت ماشي من بجاية، يعني انت جيت من ولايه المديه، من اولمبي المديه. التحقت بالفريق هذا في عام 2006، ريحت فيه دركا عندي 7 سنين. ما قري كيف 7 سنين ما حسيت لهاش كيفاش جازت، تلمو كما يقول لك والفت مع الغاشي هذا تاع بجاية. راكم بديتوا الموسم بقوة، يعني مازال ما خسرتوش لحد الآن. رانا نشوفوا فريق يعني فيه ميكساج بين لي جون جوار و لي جوار اكسبيريمونتي. عندنا شبان عندهم إرادة قوية، سما هما اللي قدروا يديروا لا ديفيرونس، بليس دي جوار اللي عندهم ليكسبيريونس اللي قدروا يعاونوا لي جان هذوما، وين قدرنا نحققوا لحد الآن نتائج ماغري شامبيونا مازال طويلة. جايه وشنو هو لو ميور سوفينير تاعك مع هاد ليكيب؟ كاس الجزائر اللي كنا تحصلنا عليها في 2008. و لو موفي سوفينير؟ الموفي سوفينير كيما تعرفوا كاع هي الموت تاع اللاعب حسن الاحمر ربي يرحمه. نظن البارح صافي 2-3 جور غلق 4 سنين من اللي مات ربي يرحمه ان شاء الله. أمين، بيسك عندك شوية وقت، حبيت ندور شوية في بجاية، وين تدينا؟ بيسر في بجاية على بالكم، كيما على بالكم بلي بجاية منطقة سياحية كبيرة، حبيت نديكم بلاصة اللي نحبها أنا بزاف اللي هي اسمها كاب كاربو. مرحبا بكم. أمين عندك 7 سنين وانتايا في بجاية، نورمالمون جاب لي ربية تكون تعلمت شويه قبيليه. يس نخذ قبيلي خيري خيري من كيني. ولا غلا خلاص ما نكملو الانترفيو بالقبيليه. انا كنت قبيلي ماشي بزاف، شي طحك ماشي بزاف. يا خلاص كيسيون واحده بالقبيليه. داكور. اش تحمل في جاي؟ اش تحمل؟ اش تسحب كيما تاع بجايه؟ داكور كيما تاع بجايه. كي بقايث ماك تاع المط بقايث تاع لافين بقايث نفقايث تاش بحانت. كل يوم نروح غسطات هذا على لونطريمون، من بعد تفوكا لونطريمون نروح خام. دي فوا تحب انكي تفرغ بقايض نروح للبحر ولا كاب كاربون ذاي ايسونسيال تولا ذي مدوكالي. بيان سور مدوكالي اوبليجي، مي تعلمت بلي انكي تورا ماريت ما دي فوا واحد مدامينو. قولي مي قالت لي قبل الزواج وبعد الزواج واش تبدل؟ فيريتي الحاجه اللي تبدل افون زواج، واحد كيكون سيليباتير تقدر تقول تكون عنده مسؤوليه مي ماشي كبيره بزاف، باسكو كيكون سيليباتير تقدر تدبر راسك، ما على باليش ما تاكلش، تقدر تخرج برا الدور ما على باليش تدبر على روحك. مي دركا ماريت تما كيما يقول لك المدام راهي في رقبتي، تما عندي مسؤوليه كبيره اللي لازم نديرها. فوالا لازم نكون كيما يقول لك راجل تاع دار. فوالا هي الحاجه اللي تكرهها كاع في الدنيا؟ هون الحاجه اللي نكرهها كاع في الدنيا هي لا سيركيلاسيون. اول حاجه اللي تحبها؟ الحاجه اللي نحبها كاين زوج حاجات نحبهم، نحب يما والزوجه تاعي. وشنو هو لو غيف تاعك؟ بون لو غيف تاعي كيما اي لاعب جزائري
ان شاء الله كما يقول لك تكون عندي فرصه واحده باك الفريق الوطني ان شاء الله. اظن انه لاعب ذو امكانيات كبيره، ويعني نقدروا نعتبره من احسن المدافعين في الجزائر. Donc c'est non, c'est vraiment le joueur que tout entraîneur a envie d'avoir. Il est généreux, il fait preuve de solidarité avec les copains. Il a toutes les qualités de vitesse que doit avoir un bon défenseur latéral. Il est même polyvalent. نقول لك يعطيك الصحة، كي رحبت بينا في الجاية حوست بينا تاني، نشكرك بالبزاف. بلا مزية، أنا اللي نورمالمون نشكركم على الالتفاتة هذه، نقول لكم ثاني كتوما يعطيكم الصحة، وإن شاء الله الحصة تاعكم هذه كما يقول لك يكون عندها جمهور كبير اللي يتبعها إن شاء الله، وميرسي.